مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، واللي من خلاله غادي ننقل لكم بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني. جاء فيه تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الخميس فاتح في بغير الجاري من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي. ويشبه في ارتباط الأجنبي الموقوف بشبكة إجرامية نفذت عملية للسطو في غضون سنة 2018 والتي طالت ثلاث لوحات فنية ذات قيمة مالية كبيرة، واحدة من بينها تخص رساما فرنسيا مشهورا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب الانتربول بالرباط التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم. إذا كان هذا بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص تمكن عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش، وبناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الخميس فاتح في بغير الجاري من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.